Evening. いいのかまずなさحبيباتي الغزالات مرحبا بكم في نهار جديد وفي فلوق جديد. مبروك عواشركم، مبروك عيدكم، ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا وقولوا لي كيفاش جاكم الحولي وبصحتكم. احنا هنا راه ما عندنا لا حولي لا ذبيحه لا والو، فجابني المهدي لهنايا بهذا ريستورون هكا في هذا الاكل الحلال ودايرين في هذا البوفي يكون فيهم داكشي اللي بغيتي وكل واحد والثمن ديالو. تتبقاي تطلبي وكيوصلوك اللحيمة حتى لهنا وكطيبيهم قدامك بحال ديك لاباغي اللي شرات ليا لوستي، ولكن تنصايبها في الدار ولكن هادو حسن. مهم انا راني مدوزه العيد ديالي بهذه الطريقه هذه، ما كان ذبيحه ما كان شقه ما كان غسل الدواره كل شيء مغسول ومحطوط فوق الطبله، ولكن دوك الاجواء ديال المغرب غزالين غزالين. مهم هذه هي ديك الايباد باش كديري لا كوموند، كتختاري داك الشيء اللي بغيتي وكيمشيو يبقاو يجيبوه لك، وعاد كيجيوك بواحد الطبيله الكتريك بواحد الروبو اللي كيجيب لك الماكله. بغيتو فاش يكون جاي نقولها لكم نوري لكم هادو ديال الطين بحال دوك فاش نديرو حنايا بحال الخابيه، غتكون عامره ب ديال الفلفله قريبه ديال الكره ايه قريبه. بعد قلت لكم كاين هاد الحيمه بحال هكا كتجي فهاد القليله فردين كتجي بحال هكا، عاد كتقطعها من بعد بالمقص. هذا كيسميوه الكوريان باربيكيو. ديري العيد العيد البنات. هنا جابوا لنا هذه الكبيده شكون راه دايرين العيد. وهنا البنات هذا هو الروبو اللي قلت لكم، هذا الريستورون فيه هذا الروبو كيديروا هذا الطبيله هذه وكيكون فيها واحد الرقم ديال الطبله اللي غادي يمشي ليها. بحال دابا هنايا كاين رقم 16 فكيحطوا فيه كاع داكشي ديال لا كوموند ديال ديك الطبله وكيمشي هذا الروبو حتى لديك الطبله هكا وكيحط لهم الماكله ديالهم كيوقف وهما كيبداو يهزوا الماكله ديالهم. فريمون زويون زعما اتراكتيف زوين عجبني بزاف. هكا كينقصوا عليهم حتى الناس اللي كيخدموا داكشي كي ينقصوا حتى في الناس اللي زعما اليد العامله، لان اليد العامله في اليابان غاليه بزاف. وي البنات ما شهيتكم، عرفتوا هاد الحيمه رطبه رطبه بحال الزبده فريمون كيخليوها كمرقده في هاد التوابل ديالهم. قلت لكم هذا سميتو الكوريان باربيكيو، ولكن هاد البلاصه هادي حلال كاينه في واحد البلاصه حدا طوكيو فمشينا ليها. قلت لكم الماكله عندهم غزاله 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 كلشي كيشهي وبثمن واحد، كتعطي واحد الثمن في الاول وكتبقى تبقى زعما تطلب دير لا كوموند حتى كتشبع وتقرع. المهم كنحاولوا نديروا اجواء حتى حنايا ديال العيد، واخا راكم وريت لكم جاتني زعما السقيطه باش زعما نعيدوا انا واسيا اختي وداكشي، ولكن اسيا ما قدراتش تجي عندي وانا زعما بقيت بوحدي طيبتها غير ديك النهار جات عندي بنتي وجا راجلها وهكا تجمعنا غير حنا لا فامي ودوزنا نهار زوين، ولكن هذا النهار ديال الشوا في الزنقه حتى هو واحد اخر. تمنيتكم معايا كاملين. ها جابوا هاد تيكونوا بحال مقددين من الطرف ديال الكتف، تيكونوا دايرين فيهم هاد الصوص بهذا بالزنجلان وداك الشيء تيبنين هاد.
البنات شحال راه طبر 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 غام. هنا كيكونوا هاد لي صوص كيكون هذا ديال الليمون زعما الحامض، وكيكونوا هاد لي صوص وحده بالصوجا وحده حلوه شويه. انت ديك الساعه كتختاري لي صوص اللي بغيتي. كيف كديري بحال هكا؟ هيا الطبيلة جابت لينا. ありがとうございます。البنات ما نكذبش عليكم، ما كرهتش هذا السيستم يكون عندنا في المغرب. فريمون احنا عندنا اللحم احسن من هنا، وعندنا زعما المقومات اكثر. ما كرهتش نحل شي ريستوران في المغرب، ولكن عندكم الا حليتو ما تجيوش عندي. اكيد اكيد غادي نشارك معكم الريستوران كلشي، وانا عندي هذه الفكره في راسي، وان شاء الله كلكم تجيو عندي وتولي عندنا حتى حنا هذه الفكره ديال الكوريان باربيكيو في المغرب. اكيد اكيد كلشي غادي تعجبو، لانه بنين 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 بزاف، وحنا قلت لكم اللحم عندنا احسن. بنينة بنينة بزاف، مشهيتكم. البنات هذا الريستورون هذه بعدا باش نقول لكم بان لا ريزيرفاسيون ديالو كتكون زعما تقريبا واحد 24 ساعه قبل. الا ما درتيش لا ريزيرفاسيون ما تقدرش تدخل ليه، دائما عامر 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 بزاف، ولكن فريمون سافو لو كو، زوين ما نكذبش عليكم. عجبني عجبتني التجربه، وما كرهتش قلت لكم هذه حاجه جديده، ما كرهتش حتى انا نديرها في المغرب. نتمنى شي واحد ما يشوفهاش من عندي ويديرها قبل مني. فريمون زوين بزاف بزاف بزاف. هذه الطريقه الكوريه الصحيحه ديال الماكله ديال تيديروا فيها هنا الحرور ولا لاصوص تاكلوا.
هنايا اكيد كل مره فيما كتوسخ لك ديك الامي، حنا كنسميوها هنا امي، ولكن ديك الشبيكه كيبقاو كل مره كيبدلوها لك. ايوا يا حبوباتي، هذا هو كان العيد ديالنا. سمحوا لي الفيديو ما حاولت ما نحيدش من الصوت، بغيتكم تعيشوا معايا الاجواء. عرفتكم دابا نتوما ناشطين تما مع العائله وكل شيء. بغيت انا نوري لكم الاجواء كيفاش كندوزوها حنا هنايا، واخا ما عندناش بحال المغرب اجواء زوينه والعائله، واخا كيكون شويه ديال العذاب ديال نوض غسل الماء، نوض نقي هذا جيب الراس شويه الراس، هذاك الاجواء اجواء زوينه. ولكن انا بغيت نوري لكم الاجواء ديالنا هنا. كان هذا هو نهاري، كان هذا هو عيدي، نتمنى يكون عجبكم. سمحوا لي الصوت كان شويه عالي وداكشي، ولكن قلت لكم بغيتكم تعيشوا معايا الاجواء كيف ما هي، ما حاولت ما نديرش فيه موسيقى ولا. وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله، الله تعيدوا وتعاودوا. وشكرا اللي بقيتوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو. باي باي.